حلقة النهاردة هنستعرض فيها جميع ألعاب رجل إطفاء سام، سواء كانت الطيارة الهليكوبتر أو محطة الإطفاء أو عربية الإطفاء. النهاردة هنشوف كل حاجة. هنبتدي دلوقتي بعربية الإطفاء جوبيتر، كمان هيبقى معانا العربية فينوس المتخصصة في طفي الحرائق، هي كمان هنخرجها من الصندوق، بالإضافة إلى محطة الإطفاء الضخمة. وطبعا ليها مميزات كتيرة زي المنصة الدوارة هنا، ودي اللي بتحول العربية جوبيتر ان هي تبقى ناحية المخرج. وهنا بقى موجود لوحة العمليات اللي ممكن تشتغل بالضغط على الزرار الاحمر ده، لما بنضغط عليه الضوء الاحمر بينور وبيطلع من اللوحة دي صوت سيرينا. اول ما رجل الاطفاء سام بيسمع الصوت ده لازم ينزل تحت فورا، وعلشان ينزل تحت بيستخدم ماسورة النزول. في الدور التاني في استراحة صغيرة، وكمان في بوتاجاز بفرن. الفرن ده جواه حاجة زي لهب النار، لما بنفتحه ونطلعه كده بيبقى شكله عامل كده. كمان المكتب ده الخاص بالقائد ستيل. لكن خلينا دلوقتي مع العربية جوبيتر، وزي ما انتم سمعين العربية ليها سرينة عالية قوي، وكمان انوار الطوارئ بتنور فيها. في هنا عندنا ونش في مقدمة العربية، الونش ده علشان ينقذ العربيات التانية، زي مثلا دلوقتي ما احنا بننقذ العربية فينيكس، ده نورمان كان هيقع بيها. بيبان العربية جوبيتر بتتفتح علشان يركب جواها رجال الاطفاء. على جنب العربية في مخزن معدات الانقاذ زي الشاكوش والمجرفة وادوات تانية كتير، وعندنا برضو هنا خزان صغير ممكن برضو يتخزن فيه شوية معدات، وده طبعا سلم الانقاذ. ممكن نحط رجل الاطفاء فيه زي مثلا بيني، ممكن نغير اتجاهه باستخدام العجلة الصفرة دي، ولو ضغطنا على المدقة في عربية الاطفاء مدفع المياه هيبتدي يرش مياه من الخرطوم الا على سلم الانقاذ. تعالوا بقى دلوقتي نشوف العربية فينوس. كمان العربية فينوس بيبانها بتتفتح علشان رجال الاطفاء يقعدوا جواها. كمان في مقدمة العربية ونش، الونش ده متخصص في انقاذ العربيات التانية. على الجنب هنا في كمان زرار، لو ضغطت عليه بيشغل اجهزة الانذار والسرينة. على سقف العربية في مدفع المية، مدفع المية ده بيشتغل لما بنضغط عليه بالطريقة دي، وبكده ممكن نطفي اي حريقة. تعالوا بقى دلوقتي نفك بقية اللعب، اصل احنا لسه عندنا لعب كتير قوي، زي مثلا العربية فينيكس واللي واقف على ظهرها حصان، وكمان عندنا الطيارة الهليكوبتر ولبي. كل المعدات دي فيها مميزات رائعة، وهنبص على كل التفاصيل دي دلوقتي، وهنشوف كمان الموتوسيكل ميركوري الخاص برجل الاطفاء سام. وعندنا ورا هنا مجموعة العاب تانية زي المنارة الضخمة، تعالوا نفتحها ونطلعها ونشوف مميزاتها. المنارة عاملة زي اللي موجودة في المسلسل بالظبط، ده الباب بتاع المنارة بيتفتح طبعا. من الناحية التانية عندنا شبكة الانقاذ متعلقة في المنارة، وهنا نقدر نشوف بقى ازاي ممكن نستخدم الشبكة دي. كمان المنارة ممكن تتفتح من جوه، فيها مخزن سري تحت الارض ممكن نخزن فيه المعدات وحاجات تانية كتير. وكمان هنا في زحليقة ممكن مايك ينزل يتزحلق عليها. فوق هنا في مركز المراقبة، ممكن نشغل الانذار بتاعه لو دوسنا على الزرار ده. وفوق هنا في منصة المنارة مع اهم جزء في المنارة، لمبة المنارة، ممكن بالضغط كده تشغلها او تطفيها. هوريها لكم في الضلمة بتبقى عاملة ازاي. ممكن اللمبة دي تلف يمين وشمال عشان تدي اشارة للسفن في محيطات البونتيباندي. تعالوا بقى دلوقتي نولع النور ونشوف بقية اجزاء المنارة. عندنا هنا مثلا ونش طويل، ممكن نشد الحبل بتاعه او نرخيه. علشان نشوف بقية المميزات هنقفل دلوقتي المنارة،
وهنفتح الغطاء اللي موجود هنا ده، ودلوقتي هنخلي مايك يتزحلق في الزحليقة، والزحليقة دي تخليه يخرج من باب المنارة تحت على طول من غير ما ينزل على السلم. ودلوقتي بقى تعالوا نشوف عربية الإطفاء فينيكس. العربية دي شبه كل عربيات رجل الإطفاء سامي، فيها كمان خطاف مع ونش. طبعا البيبان بتاعتها بتتفتح وتتقفل علشان الشخصيات تقعد جواها، وفي الجنب هنا في الزرار اللي بيشغل السرينة، وفي الجناب هنا دعامات قابلة للتمديد علشان الونش الكبير ده يتحرك بأمان والعربية ما تتقلبش. كمان الونش الطويل ده ممكن يستخدم ان هو يبعد العربيات عن الطريق، او ممكن يستخدم في انقاذ الحيوانات بالظبط زي ما احنا شايفين كده. دلوقتي مثلا رجل انقاذ سام هينقذ خروف، هينزله طبعا الونش، ودلوقتي سام هينزل للخروف بالونش، ودلوقتي سام هيمسك الخروف والونش هيرفعهم هما الاتنين. ودلوقتي بعد ما شفنا كل مميزات العربية فينيكس، جه الدور على الطيارة ولبي، ودي الطيارة الهليكوبتر التابعة لرجل الإطفاء سام. هنا ممكن نفتح الباب الإزاز بتاع الطيارة، وبكده ممكن الشخصية تقعد في الطيارة أو تخرج منها. كمان الطيارة فيها ونش بالظبط زي اللي موجود في كل عربيات رجل الإطفاء سام، وطبعا موجود مؤثرات صوتية وكمان ضوء. تعالوا بقى نروح للعبة التانية. هنا مثلا عندنا قارب الإنقاذ تايتن، جونو، ومحطة الإنقاذ، وغيرها حاجات كتير. تعالوا بينا نبتدي بمركب الإنقاذ تايتن. وبما إننا بنتكلم على المركبات المائية، إيه ممكن يبقى أفضل من جونو؟ وإذا اتكلمنا عن جونو، مش ممكن أبدا ننسى نبتيون. وعلشان نتكلم بقى عن كل حاجة، لازم نطلع محطة الإنقاذ البحري من مكانها، وده اللي هنشوفه دلوقتي بالتفصيل. ادي عندنا الجيت سكي واقفة مستعدة لعمليات الإنقاذ، بنشبكها من ورا في الخطاف ده، وبالونش ممكن ننزلها المية. ممكن كمان نشدها من المية نسحبها نطلعها لفوق. كمان موجود هنا مركز العمليات، لو دوسنا على الزرار الأحمر ده هيبتدي مركز العمليات يشتغل، وهنشوف الأنوار بتشتغل في الشاشة، وهنسمع كمان أصوات مختلفة. مركز العمليات ده فيه استيكرات كتيرة جدا ملونة. كمان فيه هنا أسانسير ممكن ياخدك من المية لفوق أو ينزلك من فوق لتحت. كمان موجود هنا منصة الطيارة الهليكوبتر ولبي، ودي اللي ممكن الطيارة ولا بيتنزل عليها بسهولة. تعالوا بقى نشوف مركب الإنقاذ تايتن. المركب دي فيها مدفع مياه من قدام، ممكن التحكم فيها بالريموت كنترول. زراير الريموت هي اللي بتتحكم في قيادة المركب لقدام والورا، وكمان هي اللي بتوجه المركب شمال ويمين، وكمان في زراير للتحكم في مدفع المياه. تعالوا كده نجرب قيادة المركب تايتن في المياه. زي ما انتم شايفين الريموت بيتحكم فيها تحكم كامل، وبيخليها تمشي لقدام والورا وشمال ويمين. وكمان في مقدمة المركب في الضوء اللي بيشتغل قدامنا ده. تعالوا نجرب سواقتها مرة تانية، استمتعوا معانا. كفاية قوي على المركب دي دلوقتي، تعالوا نكمل بقى نشوف بقية اللعب، لأن عندنا لسه 6 مجموعات من اللعب، زي مثلا القطر والكوخ الجبلي
وعربية الإسعاف الصغيرة والبيت ده. وسوبر ماركت نورمان المملوك لوالدته. ومع كل الحاجات دي ممكن تخلي مدينة رجل الإطفاء سام كبيرة جدا. حتى هنا في ديكور للنار. بس تعالوا بقى دلوقتي نشوف آخر ثلاث لعب معانا. النهاردة هنشوف الطيارة ولبي 2 ومحطة الإنقاذ الجبلي الكبيرة ومركبة الإنقاذ الخاصة بتوم. ثلاث لعب كبيرة من رجل الإطفاء سام في نفس الوقت. دي أول لعبة فيهم، محطة الإنقاذ الجبلية. محطة الإنقاذ الجبلية فيها مميزات غير منتهية. هنشوف كل المميزات دي لما نطلع المحطة من الكرتونة بتاعتها. عندنا هنا قطع المحطة كل قطعة لوحديها بألوان وأشكال مختلفة. لازم نركب المحطة دي باستخدام الكتالوج. هنبتدي التركيب سوا دلوقتي. هنحط أرضية الطابق التاني، السلالم، الترابيزة، منصة هبوط الطيارة الهليكوبتر، والقطب المنزلق. لكن قبل ما نشوف نظرة على محطة الإنقاذ الجبلية، تعالوا الأول نفك بقية الألعاب. يعني عندنا هنا مثلا الطيارة الهليكوبتر الكبيرة ولبي 2 مع شخصية توم توماس. الطيارة دي ومجموعة الألعاب دي بتتناسب تماما مع محطة الإنقاذ الجبلي الجديدة. هنا ورا في العلبة في مميزات هنشوفها سوا دلوقتي، بس خلينا الأول نبص على الميزة الرائعة دي في اللعبة دي. عندنا هنا مثلا منظومة إنقاذ. لما بنضغط على الزرار ده إلفيس ينزل بسرعة على الزحاليق ومرة واحدة يبقى تحت خلاص. لو ضغطنا مرة تانية هنشوف العملية دي بشكل مفصل مرة تانية. وطبعا دي أسرع وسيلة للوصول من قمة الجبل لغاية تحت خالص. كمان مهبط الطيارات الهليكوبتر فيه اضواء واصوات علشان تساعد الطيارة ان هي تنزل. اذا كنت محتاج تعرف اكتر عن الالعاب دي فياريت تشوف معانا فيديو بنراجع فيه محطة الانقاذ الجبلية وكمان ولبي 2 وكمان عربية الاسعاف. لو عجبك الفيديو اعمل له لايك، كمان اشترك في قناتنا علشان ما يفوتكش اي فيديو. أتمنى إن الفيديو يكون عجبك. هتلاقي هنا فيديوهات تانية كتيرة لو حابب تشوف تاني. ما تنساش تعمل لنا لايك للفيديو ده واشترك في قناتنا علشان يوصلك أي فيديو جديد.